يعني ايه بقى الولد اتخطف منك؟ زي ما بقولك كده، ناس طلعوا عليا اخدوه مني. لا وايه؟ والباشا بعت لي مسج بيطلقني فيها. وحياة امه ما انا سايباه. طب هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هو انا لسه هعمل ما خلاص بعت ناس تخلص عليه هو وسليم الزفت ده. باعني وفاكرني لسه معرفش. طب ما هو على كلامك اصلا ان في حرس كتير قوي حواليه. عامله حسابي وهو كله بتمنه.